جدران باردة. للكاتب ستراوس إسفراتسكي. إذا كان لي طلب أخير فهو أن أعيش العمر من جديد، ليس هذا حبا في الحياة، بل لكي أحظى بمتسع من الوقت، فأصف لكم لماذا كنت أكرهها. الفصل الثاني. إلى جانب لوحة انطباعية رائعة لأوغست غنوار، كانت عقارب الساعة داخل المقهى تشير إلى 7:15 صباحا، حين وضعت قبعتي على المنضدة وحقيبتي الجلدية على الأرض وطلبت من النادل أن يعد لي فنجان قهوة. ألقيت بنظرة على يميني إلى الجدار الذي تزين بصور تذكارية لباريس، اقتربت منه فانعكست صورة بذلة الأوروبية الثمينة على زجاج إحدى الصور، ونظرت إلى الصورة جيدا فكانت لأحد العمال من الزنوج على سطح أحد البنايات يحمل مطرقة ثقيلة وينظر إلى الكاميرا. تأملت تعابير وجهه وغصت في التركيز على عينيه حتى امتزجت الصورتان معا، ورأيته يرتدي بذلة الأنيقة، ورأيت وجهي بدلا عنه في بدلة عامل أحمل تلك المطرقة وأنظر في أعين من يستمتعون بجمالية باريس. أتى النادل بقهوتي وسألني أين سأجلس، فأشرت بأدب إلى الخارج عند الباب. ألقيت آخر نظرة على باقي الصور وتبعته حاملا حقيبتي. غير بعيد عن محطة القطار غار دو نور إذن، جلست أقرأ عناوين المقالات لجريدة لوفيغارو، أصابعي تضرب ضربات طفيفة على الورق متتبعة نغمات أغنية لفرانسواز هاردي، وبقيت أتصفح أو أتظاهر بالفعل ريثما تمر الساعة والنصف الأخير لي في فرنسا. ثم طويت الجريدة ووضعتها أمامي، قرأت تاريخ الإصدار فكان 9 مايو 1975. كانت الشمس تبزغ من وراء الأبنية منذرة بيوم حار، ونظرت أمامي إلى شارع غيو لافايت، وصرت أراقب سكون الصباح تبدده شيئا فشيئا أصوات المحركات لسيارات الأجرة وعربات النقل والدراجات النارية المسرعة في كلا الاتجاهين. كان الرصيف بدوره قد أخذ يعرف نوعا من الحركة والرواج حين توافد بعض الموظفين وهم في طريقهم إلى مقرات أعمالهم، ورأيت على الجهة الأخرى من الرصيف رجالا من حامل الأمتعة والحقائب الثقيلة يدفعون بعرباتهم اليدوية يتبعون أسيادهم من المسافرين الأنيقي المظهر، وهم يحملون بين أيديهم كلابهم الصغيرة. وكان الشباب اليافعي من الطلبة يمشون في مرح كبير، وتتعالى ضحكاتهم فيستميلون الأعناق لمن هم أكبر سنا بسبب تسريحة شعرهم الغريبة وطريقة اللباس التي تلائم موضة السبعينات. لقد طرأ على باريس وأهلها تبدل واضح بعد 20 عاما منذ أن وصلت إليها في أواسط الخمسينيات، وقصتي في فرنسا تختلف في الأحداث عن تلك التي عشت قبلها في المغرب وفي كل البلدان التي شاء قدري أن أكون فيها جزءا من التغيير الذي يطرأ على هذا العالم. سوف أحكي لك يا عزيزي القارئ عن كل شيء. بالعودة إلى ذلك الصباح، كنت ما أزال جالسا حين التفت ورائي إلى داخل المقهى، فكانت الساعة تشير إلى تمام 8:00، إنه وقت الذهاب. ثم نظرت إلى الأمام فإذا بي أصعق لرؤية رجلان وقفا منتصبين أمامي. كان أحدهما كهلا قصيرا مخيف الشكل ذو أنف معقوف، شعر رأسه أبيض تماما، كان ينظر إلى الأعلى، فمه مفتوح ويحمل بين يديه رزمة مهترئة تكشف أنها تحوي ما قد نسميه ملابس. الآخر من الرجلين كان شابا طويلا وسيما مصفف الشعر، يرتدي بدلة الموظفين ويحمل حقيبة يدوية سوداء.
نظرت إلى الاثنين في دهشة واستغراب وقلت: أي خدمة؟ فقال الشاب: يا سيدي، إن هذا الرجل بصير، وقد توسلني أن أوصله إلى محطة القطار، غير أني قد تأخرت عن العمل. ونظر إلى حقيبتي على الأرض وأكمل: وقد ظننت أنك مسافر وقد تساعد هذا الرجل على إيصاله إلى المحطة. نظر الرجل الكهل باتجاهي فأفزعني، كانت عيناه متقدتين بالبياض، تعابير وجهه توحي كأنه ينظر من خلالي إلى مشاهد مروعة. سألته: إلى أين أنت ذاهب يا سيدي؟ فقال بصوت تعب: إلى وارسو. لم أصدق جوابه في البدء، فكرت قليلا ثم نهضت من مكاني، حملت حقيبتي، تركت النقود القهوة على الطاولة وقلت للموظف: لا عليك، سأعتني به خلال الطريق، إنني ذاهب إلى وارسو كذلك. بعد نحو ساعتين كان المسافرون داخل المقصورة، يغط بعضهم في النوم وبعضهم الآخر يقرأ في صمت، بينما يسير القطار بنا بسرعة ثابتة. الرجل الكهل يجلس قبالتي واضعا يديه على رزمة ملابسه، وبقيت أنظر إلى وجهه منذ أن غادرنا. الأرجح أن هذا الرجل قد رأى شيئا مهولا في الماضي، وتعابير الرعب هذه التي تلبس وجهه تخفي حكاية يلزمني أن أسمعها منه، لكنه كان صامتا كالحجر. فبادرته إذن بالسؤال: ما اسمك؟ قال: إيزرا، اسمي إيزرا. ثم صمت برهة وقال: سيدي، هل يمكن أن أسألك شيئا؟ قلت: تفضل. فقال: لماذا استبدلت عند المحطة تذكرتي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وأصريت أن أذهب معك؟ قلت: إن الطريق طويلة، وقد تمنيت أن أصادف أحدهم لأتبادل معه أطراف الحديث، فلم أجد غيرك. ما رأيك أن تحكي لي عن قصتك وأحكي لك عن قصتي؟ هل أنت بولندي؟ قال: نعم. وأضاف: هذه أول مرة أعود فيها إلى وطني بعد 30 عاما، إنني ذاهب لألتقي بابنتي. وبعد برهة من الصمت حمل القطار قصتنا عبر المراعي الفرنسية الخضراء. حين شرع إزرا في الحديث أسندت رأسي إلى النافذة وأخذت أستمع. حكى لي أنه قد حدث في سنة 1945 أنه كان أحد الناجين من قطار الموت الذي أقل آخر دفعة من اليهود نحو المحرقة في منطقة أوزفيتش بولونيا، وقال: كنت حينها أبلغ من العمر 40 عاما عندما توقف القطار بنا، ففتحت الأبواب واقتادنا الجنود من أكتافنا، وكان منا من تم دفعهم بالبنادق كي ينزلوا إلى مساحة طينية شاسعة محاطة بالجبال البعيدة، وقد امتزج الهواء برائحة رهيبة لم تترك لنا المجال لاستيعاب أنها رائحة الموت. ثم سمعنا القطار يتحرك من ورائنا، ودفعنا الألمان لنعبر السكة، ورأيت رغم الإرهاق أبنية ضخمة عبارة عن عنابر طويلة نصبت على أسقفها مدخنات قيد الاشتغال. كنا نقف في طوابير حين رأينا شاحنة قد خرجت من ذلك المبنى، فأتت متقدمة نحونا حتى توقفت، فنزل السائق وراح لمؤخرة العربة وضغط على الزر، فإذا بالحاوية ترتفع أمام أعيننا وتفرغ الأثقال المحترقة من أجساد اختلطت بأجساد أخرى متفحمة. إنها كتلة من الأيادي والأرجل والأسداء والأفكاك المفتوحة من الصراخ أثناء الحرق. وكنت أتمعن في تلك الجثث وأبحث فيهم عن جثتي. هيملر يشاهد مشرفا على كل شيء: يا سيدي، لقد كانت ابنتي الرضيعة تصرخ كباقي العشرات من الأطفال في ذعر كبير، ونحن مقتادون نحو المحرقة في ذلك المبنى الذي تمت فيه من الحوامل من يفرغ ما في بطونهن فيلقى طعاما للجردان، وهناك من تم تركهم يموتون بردا وجوعا في أقفاص بلا مصير.
لم نعلم ما الذي جرى بالضبط في ذلك اليوم، ولكن حركة الجنود الألمان عرفت اضطرابا مفاجئا، وشاهدنا بعض الضباط منهم يركضون إلى باقي زملائهم ينقلون إليهم أخبارا توصلوا بها، ثم ركبوا الشاحنات شبه فارين فتركوا أوزفيتش فارغة بلا جنود ولا حرس. أدركنا أننا قد صرنا أحرارا بفعل معجزة ما، وتفرق كل منا هاربا لينجو بحياته. علمت بعد مضي أسابيع أن مطاردة النازيين للجيش الأحمر قد صارت عكسية، وأن رجال ستالين قد أخذوا يتوغلون إلى نفوذ الرايخ، فتلقت جميع الثكنات الأوامر بحماية برلين. أعتذر يا سيدي، إنني غير قادر على سرد المزيد، أمهلني بعد الوقت. وتوقف إزرا عن الكلام، فساد صمت مطبق. لقد كان الجميع داخل المقصورة يصغي، ونظرت إلى أحد المسافرين متعمدا إحراجه، فأدار وجهه للجهة الأخرى وتظاهر بالبحث عن شيء في حقيبته. وبعد وهلة رفعت رأسي من على زجاج النافذة واستويت جالسا، ثم أمددت يدي فأمسكت بيد إيزرا. كان التأثر واضحا على محياه، يبدو أنني قلبت في دواخله أوجاعا ما كان لي أن أسأل عنها، فشعرت بشيء من الذنب وقلت له: لا عليك، أو تعلم شيئا؟ إننا على مشارف مدينة ليل، حيث سنضطر إلى النزول لتغيير القطار. سوف نحظى هناك بساعتين من الاستراحة، فنذهب فيها إلى أقرب مطعم ثم نتناول طبقا من الأرز والسمك اللذيذ. ولأننا لن نتوقف في بلجيكا، فقد تكون فترة استراحتنا بعد قليل آخر فرصة لنا لكي ترتوي أرواحنا بسماع دردشة الفرنسيات. هل سبق وزرت ليل من قبل؟ لا، عشت في باريس طيلة الفترة التي أقمت فيها في فرنسا. حسنا، سوف أسرد لك الآن البداية من قصتي إلى أن نصل، وأعدك أنني لن أحكي عن أي فظاعة إنسانية. وحمل القطار قصتنا عبر المراعي الفرنسية الخضراء، حين كان إزرا مسندا رأسه على زجاج النافذة، فحكيت له عن كل ما حدث لي في المغرب قبل وصولي منزل القائد علي في مدينة وزان، ثم أكملت: لقد حدث هذا قبل 25 عاما، عندما أذن لي الخادم بالدخول تقدمت عبر ستائر حريرية، فوجدتني أقف أمام صالون موريسكي شاسع ذو سقف تملأه النقوش تدلت من عليه ثريا بالغة الجمال. عند آخر الصالون في الركن جلست النسوة الثلاث، ووضعت عازفة الكمان آلتها على ركبتيها وهي تنظر إلى ثيابي الرثة في استغراب وتعالي ساخر، ثم التفتت إلى المرأة بجانبها التي بدت أنها صاحبة الدار، فوشوشت لها قائلة: هل اشتريت عبدا آخر؟ تطلعت المرأة إلى قامتي وملابس الأقرب في مظهرها إلى ملابس متشرد ضال، وسألتني: أنت من تريد رؤية القائد إذن؟ قلت: نعم. قالت: إنه قد ذهب في نزهة صيد مع رفاقه، سوف لن يعود قبل آذان المغرب. لم أعرف بماذا أجيب، ثم طلبت مني أن أتقدم أكثر وأنضم إلى مجلسهن، وقدمت لي نفسها باسم لالا مينا، وأنها زوجة القائد علي وصاحبة المنزل. كانت ترتدي لباسا حريري طويل أصفر مزركش بنقوش جميلة، ثم قدمت لي باقي النسوة، وكانت أسماؤهن راشيل بن يعقوب عازفة الكمان، أجمل نساء الدار ووزان وربما المغرب. كانت بدورها ترتدي لباسا حريري مزركش ولكنه أكثر شفافية، وتضاريس نهديها الممتلئين جعل الدم ينساب في أعضائي، وكما لو كنت في البيداء ضالا والعطش يذبح حنجرتي، فقد وجدت نفسي واقفا أمام راشيل هذه كأنها الواحة الوافرة الجنان والمروج، حتى إذا انغمرت بالإمعان في صفاء مياه عينيها الزرقاوين انعكست صورة ملامح المكفهرة، واستفقت من هذيان مدركا كم ليست عادلة هي أمنا الطبيعة.
وألقيت آخر التحية على السيدة ماريون دي بوفوار، وهي شابة فرنسية تبدو في أوائل العشرينيات من عمرها. كانت ترتدي تنورة بيضاء، وقد شدت شعرها الأشقر القصير برباط وردي. بعد أن تعرفت على النسوة الثلاث، طلبت مني لالامينا أن أعرف بنفسي وأن أدليها بغرضي من رؤية زوجها القائد علي. أبديت ارتباكا واضح حين هممت بالتحدث، فقد أدركت أني لم أكن سوى فقرة تسلي بالنسبة لتلك النسوة. فبقيت صامتا عندما ابتسمت في وجهي صاحبة الدار ابتسامة ساخرة وقالت: لا عليك. ثم سحبت من تحت فخذها الأيمن عودا أجوف بطول شبر مصنوعا من الخشب الإفريقي الثمين، وفتحت صندوقا خشبيا آخر كان قد وضع على الطاولة أمامهن، وأخرجت منه علبة نحاسية أصغر حجما، ثم أمسكت العود من رأسه بالإبهام وأدخلته في العلبة وصارت تحشوه بالسبابة ببذور نبتة خضراء جافة، وأشعلت العود ذاك وأمدتني به وقالت: نحن ندخن ونعزف الأشعار من أصيل كل جمعة، دخن إذن معنا واحكي لنا عن قصتك نتسلى بها إلى أن يرجع زوجي. وأخذت ذلك الشيء ووضعته على فمي لأدخن، فسحبت: يا عزيزي إزرا، أقسم لك أني أحسست كأن حفنة من البارود قد انفجرت داخل صدري، فصرت أسعل بعنف حتى خلت أني رأيت أبواب الجحيم. فأرجعت ذلك العود اللعين إلى صاحبته، فانفجرت النسوة في ضحك هستيري، وما إن تسلمته المرأة حتى صارت تحشوه من جديد وقالت: خذ على مهلك دخن. فدخنته هذه المرة بلا مشاكل، انتظرت لحظة وسحبت من دخانه مرة ثانية، وبقيت أنظر إلى ذلك العود وأمعن فيه النظر حتى أحسست بتغير داخلي غريب. ثم رفعت رأسي ببطء شديد، فإذا بالصالون ومن فيه أخذ يدور من حولي. ثم شعرت بنشوة رائعة أغمضت على إثرها عيني، ورأيت أني ورقة حملها النسيم المساء، فدخلت عبر شباك النافذة لتستقر عند مجلس هذه النسوة. فتحت عيني على أعين راشيل الزرقاء وهي تنظر إلي في ارتياب، فقالت: هل أنت بخير؟ نظرت إليها فتمنيت لو كان بمقدوري أن أبوح لها بملايين الأشياء، ولكني قلت: أرجوك يا سيدتي أكملي عزف الأغنية التي قطعتها عند وصولي. قالت: أخشى أنك لن تفهم كلمات القصيدة كلها، فلا تعطي للأغنية قيمتها الحقيقية. وعند تلك اللحظة سمعنا حنحنة رجل اهتزت لها أضلعي، فنظرت إلى باب الصالون فإذا بأحدهم يزيح الستائر بيده، فظهر رجل ضخم البنية يرتدي سلهاما أبيض، نظر اتجاهي وقال: شكنت؟ يتبع.